إعادة الهيكلة والاستعداد القتالي، ولذلك اليوم عندنا جولة في صنف المدفعية. لاحظنا المعدات اللي تم سحبها من ساحة المعركة في حينها وإدامتها وتأهيلها وإكمالها، إضافة إلى العقود الجديدة، ففحصنا أنه هناك كميات من المدفعية الثقيلة والهاونات المتوسطة وثقيلة أيضا والأحدة. إن شاء الله ضمن هيكلة اللي أعلنها عام 2018، وراح نستمر بالعملية إن شاء الله. احتمال تصير تشكيلات إضافية عندنا وتوسع في الجيش مستقبلا. نحتفل اليوم في مستودع المدفعية إحدى وحدات مديرية المدفعية باستلام وجبة جديدة من سلاح المدفعية عيار 155 الأمريكي حديث، وهذا يأتي بجانب تطوير القدرة القتالية والاستعداد القتالي لوحدات مدفعية الجيش العراقي. وتشرفنا اليوم بزيارة السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد معاون رئيس أركان جيش العمليات المحترم والأخوة مدراء الصنوف دوائر وزارة الدفاع، وكان حضور السيد رئيس أركان الجيش المحترم وضيوفه الكرام إن شاء الله يكون خطوة نحو الأمام من ناحية الاندفاع وإكمال الواجبات وإكمال الاستعداد القتالي لوحدات مدفعية الجيش العراقي.